استاذ عبد الله من مصر، برحب بيك يا استاذ عبد الله. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. ودلوقتي في عريس وعروسه في فرح، ماشي، في فرح حفله الزفاف الدخل يعني زي ما بيقولوا، فهم مكتوب كتابهم قبل كده تمام. في يعني عاوزين يعملوا في النوادي طبعا الرقص ده بيسموه سلو وموسيقى خفيفة وكلام من ده، فأنا بقول لهم الكلام ده حرام، يعني سواء موسيقى خفيفة أو تقيلة، غنى أو مش غنى، رأس بطيء أو رأس على الإيقاع السريع، كل ده حرام. فمش مقتنعين برأيي، يقول لك ده موسيقى بسيطة وفي منقبات بيعملوا كده وفي مش عارف إيه، وهو زوجها. قلت لهم زوجها ده يبقى بيتها، مش في مش قدام الناس. طيب بغض النظر يا استاذ عبد الله عن ما تسميه انت حرام او حلال، قول لي سؤال. قول لي سؤال، وصف الرقص ده شكله ايه؟ وصف لي السؤال بالظبط وثقه سامي يعني سؤالي، هل يجوز الرقص كده العريس مع العروسه وهم كاتبين كتابهم قبل كده وقدام الناس؟ مش المفروض ده يكون في البيت؟ طيب حاضر، هل يجوز الرقص بين الزوج وزوجته أمام الناس يعني في كتب الكتاب في حفل العرس يعني؟ حاضر يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. هو أستاذ عبد الله يعني بيقول إن ده حرام وبتاع مش عارف إيه، فأنا قلت له اسألنا سؤال يعني، فبيقول دلوقتي طيب بقول لك رأس سلو يعني واقفين له الحركات البسيطة دي ما فيش فيها أي، هما بيقولوا له كده ده حاجة بطيئة وبسيطة ماشي، ما هو ده الوصف عشان أعرف السؤال. ما هو لو رأسي تاني بقى هتتحزم مش هينفع. أيوة طبعا، لأن في أجانب، إنما ذا يعني متساندين بعض ماسكين بعض، ده اللي مقصود سؤاله يعني. أيوة تمام، لا أجد دليلا على تحريم هذا الأمر. أيوة، إنما أنت بقى شايف من وجهة الأدب من الذوق ده يبقى في بيته، ده مسألة ذوقية هتختلف منك لمنه. أيوة. اما كتحريم بالوصف اللي حضرتك وصفت ده، حاطط ايده على دراعها ماسكها الراس البسيط مش الراس الثاني، لا ارى دليلا ولا اجد دليلا لتحريم هذا الامر. نعم تمام، بس اللي عنده دليل التحريم يطلعه، انا ما عنديش. أيوة. لا اجد دليلا، ما اقدرش احرم حاجه ما اتحرمتش. تمام، جزاكم الله خيرا.